قصة حياة بهجت صابر الحزينة. يعتبر بهجت صابر من أكثر الشخصيات المثيرين للجدل مؤخرا، وترك أثر كبير في قلوب ملايين من الناس بسبب لسانه الطاهر وأخلاقه الرفيعة في البثوث المباشرة. اشتهر بهجت صابر بحبه الشديد للرئيس السيسي والجيش المصري ولجان الداخلية، كما أنه عرف بغيرته على الإسلام والمسجد الأقصى والدفاع عن المظلومين ومحاربة الفساد والحرامية. بهجت صابر متزوج من وفاء موسى وعنده ابن وابنة، وخضع بهجت صابر لثلاث عمليات في القلب علما انه كان ملاكما محترفا في شبابه. تحيا جمهورية مصر العربية يا اولاد المت...